طبعا خلال هذه الندوة الصحفية سنكشف برنامج هذه الدورة والذي نستضيف فيه الكيبيك كضيف شرف هذه الدورة، ومن خلاله استدعينا مجموعة من مؤسسات من الكيبيك، يعني 10 مؤسسات من الكيبيك مصحوبين ب30 وفنانة وفنان ليقدمون مجموعة من البرامج والورشات كالرقص والروبوتات كالتنصيبات الفنية وأيضا التفاعلية و الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، بيرفورمانس أيضا، بالإضافة إلى ورشات تكوينية ومحاضرات وندوة في موضوع الجسد في اختيمات. إذا كل هذا هو البرنامج، بالإضافة بطبيعة الحال إلى المحور الأساسي وهو الملتقى الأول المهني للفنون الرقمية الذي يجمع هذه المؤسسات 10 من الكيبيك مع مجموعة من المؤسسات من المغرب ومن أوروبا، والذي ستحتضنه كليتنا يوم 25 نوفمبر من هذا الشهر، من أجل أيضا تبادل الأفكار والتجارب بين هذه المؤسسات في أفق إرساء شراكة وتعاون بين هذه المؤسسات. ترأست هذه الندوة الصحفية نيابة عن السيد العميد الذي تعذر عليه الحضور لأسباب يعني مهنية بتواجده خارج أرض الوطن بالولايات المتحدة بالذات، وكان لي الشرف طبعا أن استقبل كل المنابر الإعلامية التي حضرت هذا اللقاء التهيئي للدورة 27 للمهرجان الدولي للفن الفيديو التي تنظمه الكلية تحت شعار أجساد في اختيمات كور اون اميرسيون. طبعا البلوغ دورة 27 من المهرجان الدولي للفن هو ثمرة عمل شاق جدا، عمل من طرف أولا الإدارة، من طرف الطلبة، من طرف اللجنة المنظمة. هذا عمل بالنسبة للدورة 27 هذا عمل انطلق منذ حوالي سنة ونصف تقريبا، لأنه جاء بمفهوم جديد. طبعا المهرجان كان دائما في شكله الكلاسيكي، يعني نستدعي دول من مجموعة القارات طبعا تشارك معنا تقدم إنتاجاتها. هذه السنة طبعا احتفظنا بالمنظور الكلاسيكي للمهرجان، ولكن مررنا كذلك إلى النوميريك، يعني غيرنا المفهوم بمفهوم جديد اطلقنا عليه الفوكس او البؤره، يعني اننا نستدعي خلاله بعض، اولا نختار دوله ونستدعي منها بعض البنيات. هذه السنة هي كيبيك ديال كندا، حوالي 30 بنية، هما 30 تقريبا ديال الفنانين يقدمون يعني أعمالهم في إطار هذا المهرجان، ويشاركون كذلك أو يتشاركون مع دول أخرى أعمال ديالها كذلك في هذا المهرجان. هذا هو المفهوم الجديد ما يميز هذه الدورة عن باقي الدورات.